تفاصيل هذه المواجهات الثلاثة في هذا التقرير. تتواصل لقاءات الجولة 19 غدا الجمعة بثلاث لقاءات. في أولى المواجهات يحل العدالة صاحب المركز 15 برصيد 13 نقطة ضيفا على أبها 9 برصيد 23 نقطة، وذلك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها عند الساعة 4:10 عصرا. كثف أبها من تدريباته الأيام الماضية استعدادا لمواجهة العدالة، إذ ركز مدرب الفريق التونسي عبد الرزاق الشابي على تصحيح الأخطاء وإيقاف الخسائر المتتالية، فالفريق لم يحقق أي نقطة في الدور الثاني من المسابقة. في المقابل العدالة لم يعرف طعم الانتصارات في 13 مباراة متتالية، وتحديدا منذ فوزه على أبها 2-1 في المباراة التي لعبت ضمن الجولة الرابعة، ويأمل غدا بتكرار الانتصار للهروب من منطقة الخطر. مباراة راح تكون حاسمة يعني، وراح إن شاء الله نروح لأبها يعني، وكل ما عندنا للفوز يعني بإذن الله. وفي ملعب مدينة المجمعة الرياضية وتحديدا عند الساعة 6:30 يستضيف الفيصل صاحب النقاط 28 فريق الاتفاق الذي حصد 20 نقطة. صاحب الضيافة عادل الجولة الماضية أمام الفتح بهدف حارسه مصطفى ملائكة، ويخطط لاقتناص نقاط الاتفاق لتحسين مركزه على جدول الترتيب. على الجانب الآخر يطمح الاتفاق لتجاوز خسارته الماضية أمام الحزم وتحقيق انتصار يصالح به جماهيره ويبتعد عن دائرة الصراع للهروب من مراكز المؤخرة. نحن نستمر يعني بالعمل، وإن شاء الله نحن نحصل الفوز في المباريات الجاية. في آخر لقاءات الغد يتواجه الأهلي مع الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 7:30. يسعى الأهلي إلى إعادة البوصلة نحو المنافسة على القمة بعد رحيل المدير الفني سويسري غروس، والحفاظ على آماله قائمة في سباق المنافسة نحو اللقب. بينما لا زال الفتح يقبع في ذيل قائمة الترتيب ب12 نقطة، وفرط الجولة الماضية في فوز ثمين على الفيصلي آخر الثواني. بالنسبة لي فريقنا قادر بإذن الله، احنا قادرين، واللي وراها الجمهور وراها الحسة بإذن الله احنا قادرين احنا نطلع منها بإذن الواحد الأحد. الأهلي منتشي بفوزه القاري ويأمل باستكمال تلك النشوة بفوز محلي يوقف به نزيف النقاط.